أهلا بكم إلى النبأ اليوم وأبرز ما فيه. كيف تصبح التعيينات والمناصب طريقة لشراء الولاءات وأحد أدوات حل الأزمة وعرقلتها في آن واحد؟ مع عدنان درويش وميسر ريم القطراني. انخفاض ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية مع سيف بوشريط. الأهلي بني غازي يتوج بلقب بطولة الآمال للكرة الطائرة مع عبد الرؤوف الرياني. استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية مع محي الدين علي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في النبأ اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عين المجلس الرئاسي المقترح عضو المؤتمر الوطني السابق وأحد أبرز الموقعين على اتفاق أسخرات صالح المخزوم سفيرا لليبيا بدولة السنغال. المجلس في قرار تعييننا لعدد من السفراء الجدد عين كذلك سفير ليبيا السابق في إيطاليا عبد الحافظ قدور سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا في وقت عين المعهد العالمي للسلام في نيويورك وزير الداخلية الأسبق في الحكومة الانتقالية فوزي عبد العال مستشارا جديدا له، كما يشغل غسان سلامة عضوية مجلس إدارة المعهد الذي تعد الإمارات أبرز مموليه. 9 سفراء جدد إلى دول أفريقية وأوروبية، أمر قد يبدو عاديا ولا يخرج من كونه حراكا مألوفا في نقل السفراء، لولا قائمة الشخصيات التي عينها المجلس الرئاسي المقترح ودورها في اتفاق أسخيراط، الأمر الذي يعيد حقيقة الاتفاق السياسي تحت مجهر التقييم والنقد. أسماء بارزة شملها قرار رئاسي المقترح، لا سيما شخصيتين من الموقعتين على اتفاق أسخيراط وهما عضو المجلس الأعلى للدولة وحزب العدالة والبناء صالح المخزوم وسفير ليبيا السابق لدى إيطاليا وممثل حزب تحالف القوى الوطنية بأسخيراط حافظ قدور، عبر تعيينهما سفراء لدى السنغال والاتحاد الأوروبي، قرار ربط فيه مراقبون بين التسويق للاتفاق السياسي الموقع في أسخيراط وزعم الوفاق وبين توزيع المناصب. فبعد تعيين رئيس وفد البرلمان في الاتفاق محمد شعيب سفيرا لدى إسبانيا، جاء الدور على نظيره صالح المخزوم ليعين بجرة قلم في السنغال. سياسة توزيع المناصب ليست جديدة على من كانوا في أسخيراط، فبعد تعيين الإمارات للمبعوث الأممي الأسبق الإسباني برناردينو ليون مديرا للمعهد الدبلوماسي عقب تنفيذ أجندتها، توجهت أبو ظبي بأجندتها إلى سفير ليبيا بالبحرين فوزي عبد العال الذي تولى منصب مستشار بمعهد السلام العالمي بنيويورك المدعوم ماليا من أبو ظبي، ليكون إلى جنب رجل الأمم المتحدة الحالي في ليبيا غسان سلامة قبل أن يسقط اسم الأخير بعد استلام الأمم المتحدة رسالة شكوى ضده الشهر الماضي. وجود سلامة في المعهد الممول إماراتيا قد لا يكون غريبا، فهي تستثمر في المبعوثين الأمميين إلى ليبيا وتسعى حسب مراقبين من خلال هذه المنظومة للعمل على المدى البعيد سعيا إلى تلميع وتوظيف شخصيات عامة قد تستفيد منها في المستقبل. ويرى مراقبون أن علاقة سلامة بالدولة الداعمة للفوضى في ليبيا لم تكن وليدة الأمس، فسلامة يعد أحد المقربين من أبو ظبي ويعمل أستاذا للعلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية للأبحاث بباريس الذي ترعاه الإمارات أيضا، وسبق له أن حصل على جائزة من مهرجان أبو ظبي وذلك لمساهمته في القطاع الثقافي بالعالم العربي. قرارات الرئاسي الجديدة وتعيين ممثلي ليبيا في مختلف الدول وتوالي تكشف الحقائق عن الدور الإماراتي بليبيا تأتي في وقت تشتد به ضبابية المشهد سياسيا ويشهد تدهورا في الأوضاع اقتصاديا بشكل غير مسبوق، الأمر الذي ينذر بوصول الاتفاق السياسي إلى طريق مسدود وتفكك الأجسام المنبثقة عنه، ما يطرح تساؤلا عن قدرة الشخصيات المشاركة في الاتفاق السياسي على الاستمرار في التسويق له كحل للأزمة، والأهم من ذلك أي دور سيكون للإمارات في ظل استمالة الأمميين
على تغيير الوضع القائم. وللمزيد بخصوص الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن الكاتب والصحفي عبد الله الكبير. سيد عبد الله، بداية مرحبا بك، وبغض النظر عن ذكر الأسماء، كيف تقرأ أو تقيم هذه التعيينات التي أجراها المجلس الرئاسي الآن وقبل فترة، يعني خصوصا أنها شملت من وقعوا على اتفاق أسخيروت؟ نعم، تحية طيبة لكم ولي السادة مشاهدي قناة النبأ. هذه التعيينات أو التكليفات الجديدة في السفارات القائمة التي طالعناها بالأمس من خلال الأسماء الموجودة فيها، هي تأتي في إطار مكافأة لهذه الشخصيات على الأدوار التي قامت بها في المرحلة الماضية في تثبيت المجلس الرئاسي وفي دعم اتفاق الصخيرات. أيضا تقصد تفتيت المؤتمر الوطني؟ في الحقيقة جزء كبير من المؤتمر الوطني قبل باتفاق الصخيرات وتحول إلى المجلس الأعلى للدولة، لكن في كل الأحوال من الممكن أن نقرأ هذه التكليفات أيضا أنها ربما تمهيد لصفقة جديدة، لأن هناك مشاورات تجري. نعم، يعني عند هذه النقطة بالذات، يعني هل تشير هذه التعيينات إلى ما يشبه مثلا المكافأة للموقعين، يعني أم أنها طريقة لإبعادهم عن المشهد في المرحلة القادمة؟ يعني لا ليست إبعادهم عن المشهد، هي مكافأة وترضية لهذه الأطراف، خاصة وأن هناك أطراف فيها ثلاث شخصيات على الأقل كانت ضمن حوار الصخيرات، ترضية لهم، وأيضا في نفس الوقت نظرا لأن هذه الشخصيات تتبع كيانات أو أحزاب كبيرة معروفة في المشهد السياسي، ربما هناك صفقة جديدة يشارك فيها الحزبان الكبيران وهما تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء، لأن هناك الآن مشاورات تجري بعيدا عن الإعلام وخارج ليبيا، وهذه المشاورات تجري في الخفاء تنبئ بأن ربما هناك حكومة وفاق وطني قادمة في الطريق، وهذه الحكومة من خلال هذه التعيينات التي طالعناها بالأمس ربما سيكون عمادها تحالف القوى الوطنية بالإضافة إلى العدالة والبناء. نعم، يعني تقصد بأن تكون استنساخ لحكومة علي زيدان السابقة؟ بالضبط، يعني بدلا من المحاصصة الجهوية الصريحة ستكون محاصصة حزبية، ولكن لا تبتعد عن المسار الجهوي، بمعنى أن الجانب الجهوي سيراعى في المحاصصة، ولكن في نفس الوقت لن يكون بشكل علني وواضح، وإنما المعلن والواضح هي المحاصصة الحزبية. نعم، يعني زرع مثل هذه الشخصيات في مناصب عليا ووزارات، يعني ما هي آثاره المستقبلية على البلاد؟ يعني ذكرت الآن يعني لربما نقطة من النقاط وقلت بأنهم لربما يكون هناك تقاسم بين أكبر حزبين في ليبيا وهو العدالة والبناء والتحالف، يعني هل نتوقع مثلا أن يلقي ذلك بظلاله على الفترة المستقبلية والشعب لربما يتطلع لدستور وكذلك انتخابات في المرحلة القادمة؟ نعم بالتأكيد، يعني ما زلنا في إطار المحاصصة وفي إطار تقاسم المناصب، في إطار هذا الصراع على النفوذ وعلى المناصب، يعني ليس هناك أي التفات للمعاناة التي يعانيها الناس، محاولة تحسين أوضاعهم، إيجاد حلول لهذه المشاكل التي يعاني منها الناس على كافة الأصعدة. ما زال المجلس الرئاسي مستغرقا في هذه المحاصصة وفي منح هذه المناصب كترضية للأطراف التي ربما دعمته أو ربما ساهمت في الاتفاق، لأن طبعا خلال الفترة القريبة الماضية كان هناك يعني صوت خفيض لكن مرشح لأن يتصاعد تجاه اتفاق الصخيرات وإعادة النظر فيه، ربما تأتي هذه المكافآت أو هذه السفارات كترضية لبعض هذه الأصوات أو بعض هذه الكيانات. أما من ناحية تأثيرها على الشعب وعلى الناس وعلى المشهد السياسي، يعني سيبقى الوضع متأزم، ستبقى الناس تعاني في معاشها اليومي، في ظروفها الحياتية، تعاني اقتصاديا
تعاني أمنيا. ما حصل بالأمس وما رأيناه بالأمس وما سنشهده حتى في الأيام القادمة يؤكد أن سلطات البلاد لا تنظر إلا لمصالحها الشخصية أو الحزبية أو الجهوية الضيقة ولا تهتم لما يجري في البلاد، ولا يعنيها أن تؤسس لدولة حقيقية. كل الأجسام الموجودة الآن تنصلت من مهامها الرئيسية، يعني برلمان يعجز عن إصدار قانون يتعلق بالاستفتاء على الدستور. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا البرلمان لا يعنيه هذا الشأن، ولكن في مسألة مرتباتهم وفي مسألة سفرياتهم وفي مسألة حصصهم من الحكومات ومن الوكالات ومن السفارات بالحقيقة هم حريصون جدا عليها. وإذا تقصينا سنجد أن أغلب، وليس لا أقول الكل ولا أعمم، أغلب أعضاء مجلس النواب مستفيدون من الحكومة ومن المجلس الرئاسي عن طريق تعيين أقاربهم في السفارات الوزارات والمؤسسات المختلفة. طيب يعني نود نوع ثاني من التعيينات التي يعني تستميل شخصيات إلى العمل في منظمات دولية، يعني يقول البعض أن نوع من شراء الولاءات المستقبلية، إلى أي مدى مثلا تشاطرهم هذا الرأي؟ يعني خصوصا بأن هناك تعيين في المعهد العالمي للسلام لوزير الداخلية الأسبق في الحكومة الانتقالية فوزي عبد العال، والذي يعد ليون يعني يشترك في عضوية مجلس إدارة المعهد الذي تديره الإمارات أو تموله الإمارات، وكذلك غسان سلامة. طبعا إذا طالعنا اسم الإمارات خلف أي معهد أو مركز دراسات فعلينا أن نتأكد، وهذا من خلال تقارير صحفية أمريكية، أن هناك تمويل إماراتي معلن لهذه المراكز وهذه المؤسسات البحثية خاصة في أمريكا، فضلا على الإمارات بالطبع. والهدف الرئيسي من هذا الدعم هو التأثير من خلال هذه المراكز البحثية على دوائر صنع القرار، لأن القرار مثلا في أمريكا تعتمد بشكل كبير على التقارير التي تصدرها هذه المعاهد. يعني معهد الشرق الأوسط تبرع له السفير الإماراتي يوسف العتيبة ب$20 مليون، وهذا المعهد تقاريره ينظر إليها ويسترشد أو تسترشد بها دوائر صنع القرار سواء البيت الأبيض أو الكونغرس. نعم، تكليف شخصيات ليبية في هذه المعاهد لابد أن يدفعنا إلى الشك أو التوقع بأن هذه الشخصيات مرشحة لأن تلعب دور مستقبلي في بلادها، سواء كانت هذه الشخصيات ليبية أو غير ليبية. إن لم يكن لها دور في صناعة القرار أو في التأثير على مجريات الأحداث في ليبيا مثل المبعوث الأممي، إذا كانت شخصيات من داخل هذا البلد فربما أنه يتم إعدادها لكي تتولى مناصب في المستقبل في هذه الدولة. هذه السياسة التي تتبعها الإمارات وهي سياسة ناعمة في الحقيقة تعتمد على المال وعلى العلاقات، هو من بين أهدافها هو صناعة كما ورد في تقريركم تماما، وهذه الحقيقة هذه وردت حتى في تقارير أمريكية سابقة، نيويورك تايمز تحدثت عنها وقالت أن هذا التمويل الإماراتي لمراكز البحث العلمي وللجمعيات الخيرية ولجماعات الضغط في أمريكا يمثل ذراع للحكومات التي تتبرع، ومن بينها طبعا الإمارات أو ربما على رأسها الإمارات المتحدة. هذا هو الهدف الرئيسي من هذا التمويل ومن استقطاب هذه الشخصيات خاصة من الدول التي ما زالت تتلمس طريقها نحو تأسيس كيانها السياسي ودولتها ومؤسساتها السياسية. نعم. طيب يعني نضع حدا برأيك لهذا السلوك سواء الداخلي وهي سياسة الإرضاء، يعني لا أعلم هل هي سياسة إرضاء حقيقية أم أنها ورقة تثبيت مثلا للسراج في مكانته الحالية، يعني برأيك كيف يمكن قراءة ما يحدث يعني وكذلك التصدي لها؟ طبعا بالنسبة للتصدي لها للأسف لا نملك الآن أي أدوات للتصدي،
يعني لا نملك للأسف، ليس هناك بديل لاتفاق الصغيرات الآن، ليس هناك أي مشروع وطني آخر يمكن أن نعتبره بديل. الطريق نحو الدستور يبدو أنه طويل ومليء بالعقبات، وبالتالي لا نملك في الحقيقة أي مؤسسات قوية تردع هذا التدخل، سواء كان تدخل واضح وصريح ومكشوف أو كان تدخل ناعم من خلال الطرق التي تحدثت عنها والتي تمارسها بعض الدول الخليجية مثل دولة الإمارات. مسألة المناصب، مسألة المناصب والسفارات التي يقدمها المجلس الرئاسي أو بالتحديد رئيسه، هي بالتأكيد للترضية وفي إطار تثبيت المجلس الرئاسي وعدم الشروع في تغييره، لأنني أشرت قبل قليل خلال الفترة القريبة الماضية كانت هناك أصوات وكانت هناك حوارات شبه سرية تتعلق بتغيير المجلس الرئاسي، وربما السراج استشعر أن هناك من يحاول بهذا الاتجاه، وبالتالي سعى إلى تقديم هذه المكافآت وهي السفارات. نتوقع أن نرى مكافآت أخرى ومناصب أخرى خلال الفترة الماضية، لأن للأسف المجلس الرئاسي هو الذي يفترض به أن يكون بعيدا عن الصراع ومحايدا ويقف على مسافة واحدة من الجميع، الآن أصبح طرف في الصراع، ويبدو أن شخصياته استمرأت البقاء في السلطة ولا تريد أن تتخلى عنها، طالما الأطراف الأخرى التي بيدها التغيير لم تتفق وما زالت بعيدة عن التوافق، سيسعى إلى تثبيت مكانه ولو اضطره إلى أن يقدم هذه المناصب كرشاوة للشخصيات أو الأحزاب التي ربما تملك القدرة على التغيير. نعم، يعني لربما هذه التصرفات وكذلك التعيينات التي تأتي في العديد من الوزارات و يعني في السفارات الخارجية والقنصليات، وكأن هذه الأحزاب السياسية تتوقع بأن يكون لها مكانة كبيرة في البرلمان القادم أو في لا حظ أوفر مثلا في الانتخابات القادمة، هل تتصرف على هذا الأساس مثلا بأن الشعب سيعيد انتخابه من جديد أم أن هناك سياسة أخرى تتبعها؟ لا أعتقد أنهم يفكرون في الانتخابات الآن، طالما الانتخابات بعيدة وليس هناك توافق دولي عليها أصلا، يعني الخلاف الدولي ما بين الدولتين الكبيرتين المتوغلتين في ليبيا وهما فرنسا وإيطاليا لم يتفقا حتى الآن على إجراء هذه الانتخابات، الانتخابات ما زالت بعيدة، ولكن السلطة قريبة والمناصب قريبة، وبالتالي هم يتصرفون على هذا الأساس. ثم أنه إذا جاءت الانتخابات يجب أن نتوقع أن الأحزاب الكبيرة مثل العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية سيكون لهم نصيب في هذه الانتخابات، حتى وإن لم تكن هناك انتخابات على أساس قوائم حزبية سيدفعون بشخصيات تزعم أنها مستقلة ثم يتضح أن هواها إما مع تحالف القوى الوطنية وإما مع العدالة والبناء. مشكلة بالنسبة للنظام السياسي في ليبيا أن تكون هناك أحزاب دون أن يكون هناك قانون ينظمها. نعم. شكرا لك الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، كنت معنا عبر خدمة من لندن. أفاد مصدر أمني من جهاز المباحث العامة الغربية باستمرار الاشتباكات غرب الزاوية. المصدر أوضح لنا بأن الاشتباكات تدور في منطقة أبو عيسى بين الجهاز ومجموعة مسلحة، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق الطريق الساحلي من الصبرية إلى سرمان. وذكر المصدر أن الاشتباكات اندلعت على خلفية إنشاء مجموعة مسلحة بوابة وهمية بالمنطقة وفق قوله. اندلعت صباح الأربعاء اشتباكات بين جهاز المباحث العامة الغربية ومجموعة مسلحة غرب الزاوية. الاشتباكات جرت في الطريق الساحلي بمنطقة أبو عيسى عقب إنشاء مسلحين بوابة وهمية بحسب مصدر أمني. قتيل سقط وأصيب آخر من المجموعة المسلحة جراء الاشتباكات. أدت الاشتباكات إلى إغلاق الطريق الساحلي من منطقة الصابرية إلى مدينة سرمان. وتكمن أهمية الطريق الساحلي في أنه يربط بين المدن الواقعة بين جنزور وراس جدير.
من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد المفوض ناصر الدرسي أن عدم التوازن في توزيع الأرباح بين الحكومة وشركات التوزيع وسائقي الشاحنات دفع سائقين للإضراب والمطالبة بزيادة تلك النسبة، وأن الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة للحد من الأزمة. استقطعناها من القيمة ورفعناها مش ربح الشاحنات، مش تحرك البنزينة، وتو مش نمنع الإضراب اللي مهدد به بعد 4 أيام ولا 5 أيام. درنا خطة استباقية، نحن نتمنى أن الليبيين يضحوا معنا، مش لأننا درنا قرار خاص برفع هامش ربح المحروقات، خاصة في الزيت مثلا وبعض المحروقات اللي هي وممكن يجد 5 قروش أو 10 قروش زيادة فقط. وحول أزمة الخبز، قال الدرسي أن وزارته رصدت 100 مليون دينار لحل أزمة الدقيق قسمت بين القطاع الحكومي والخاص، معبرا عن أمله بانتهاء الأزمة خلال أيام. مبلغ من موازنة رسم التحصيل بتاع شهر رمضان هو بواقي، فتم استقطاع حوالي 100 مليون تم تقسيمه على 30 مليون للقطاع الحكومي و50 مليون للقطاع الخاص و20 مليون لمستلزمات تتابع صناعة الخبز اللي هو الزيت والخميرة. وإن شاء الله بإذن الله في خلال 4 أيام إلى 6 أيام هذا القمح سوف يصل على حسب ما أخبرنا للمواني. بتاع بنغازي قالوا يوصل بعد 4 أيام بنغازي، وبتاع طرابلس قالوا في خلال هذه الفترة تقريبا، وهذا يعتبر هذه الإنجازات اللي درناها نحن كوزارة الاقتصاد. قال وزير الخارجية الفرنسي جونيف لودريان إن الذهاب للانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام هو الحل الوحيد لمكافحة ما وصفه بالإرهاب ووقف تدفقات المهاجرين. وأوضح لودريان في لقاء مع راديو فرانس عدم وجود جسم سياسي يمثل إرادة الليبيين في الوقت الراهن جعل بلاده تصر على تنفيذ بنود اتفاق باريس الأخير. قال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة فوزي العقاب أن الصراع بكل أنواعه لن يكون فعالا في ليبيا. وأوضح العقاب في تغريدة له عبر تويتر أن البلاد ليست صندوق بريد تتبادل خلاله القوى الدولية رسائل وفق تعبيره. أضاف النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة أن استقرار ليبيا لن يكون على حساب استقلالها. في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أهمية إجراء الاستفتاء على مشروع دستوري في البلاد. ونقل المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته بفيسبوك أن المشري وويليامز ناقشا سبل تفعيل لجان الحوار السياسي بين مجلس الدولة والبرلمان لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد. ومن جانبها، أكدت نائبة المبعوث الأممي للدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تبناها المجلس. أحال البرلمان الخلاف بشأن الأغلبية المطلوبة للتصويت على قانون الاستفتاء إلى لجنة استشارية مستقلة. وقال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شنبش إن جدلا حدث بين الأعضاء حول الأغلبية المطلوبة للتصويت على قانون الاستفتاء، وتمت إحالة الأمر للجنة استشارية مستقلة. تتفاقم أزمة الهجرة في البحر المتوسط تزامنا مع ظهور سياسة جديدة تعتمدها روما تتمثل في إرجاع المهاجرين إلى ليبيا. تقلصت جراء سياسة أوروبا أعداد الواصلين إليها مقابل تزايد عمليات الإنقاذ في ظل ثقل ملف المهاجرين على ليبيا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بين سواحل ليبيا وشواطئ روما لا سطح يفترشه هؤلاء غير سطح البحر. عشرات إن لم يكن المئات من المهاجرين باتت أرواحهم معلقة بين ضفتي أوروبا وشمال إفريقيا دون مصير معلوم. أكثر من 570 أنقذوا خلال 3 أيام فقط عن طريق حرس السواحل الليبي. على الضفة الأخرى من المتوسط تدور رواية من نوع آخر، تصريحات لقادة القارة العجوز، بعضها يتوعد بسياسات جديدة تحمي بها هذه الأخيرة حدودها أكثر، وبعضها الآخر
يستبشر بتراجع تدفقات أعداد المهاجرين الذين حطوا بأرضها. وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني نشر حديثا مقالا على منصة فيسبوك، قال فيه إن سياسة حكومته الجديدة نجحت في تقليص أعداد المهاجرين بأكثر من 30,000 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقط بعد شهرين من الانتقال من الأقوال إلى الأفعال بحسب سالفيني. سبق تغريدة سالفيني تلك: ارجعوا زورق إنقاذ إيطالي يحمل 108 مهاجرين غير نظاميين إلى ليبيا، ما يراه البعض خدعة أوروبية تتعمد إلقاء ثقل ملف المهاجرين على أكتاف ليبيا وحدها، خاصة بعد رفضها ودول الجوار القبول بمقترح أوروبي يفضي إلى إنزال مهاجرين على أرضها. عملية الإرجاع هذه سببت لإيطاليا انتقادات أممية، ولكن الأخيرة سرعت بتقديم تبريرات قد تحد مؤقتا من الاهتمام بالملف، ولكنها لن تحل المشكلة. عملية إنقاذ لا تتوقف، تفرض إزاءها القارة العجوز خيارين دون ثالث: إما إنزال المهاجرين بأرض ليبيا أو إبقاؤهم عالقين في عرض البحر. كل ذلك يجري في وقت تزعم فيه روما دعمها لليبيا في أزمة الهجرة عبر تأمين الحدود الجنوبية وتقديم أجهزة المراقبة، لكن أهداف دعمها ربما تتلخص في مطاردة المهاجرين والرمي بهم في ليبيا. النبا اليوم متواصل معكم مشاهدينا، وفيه بعد الفاصل فقرات الاقتصاد والرياضة وأحوال الطقس، ابقوا معنا. أهلا بكم إلى النبأ اليوم. أهلا بكم مشاهدينا، ونرحب ببقية الزملاء، وتذكير بالعناوين: ارتفاع للرطوبة النسبية على المدن الساحلية خلال يوم غد، وفريق الأهلي بنغازي للأمال يتوج بلقب الدوري الليبي، وانخفاض ملحوظ في أسعار العملات. أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة الاقتصادية، والتي نستعرض لكم فيها أسعار العملات والمعادن النفيسة وبعض من السلع الأساسية في السوق الليبية لهذا اليوم. نبدأ أولا بجدول العملات، والذي شهد انخفاضا ملحوظا في أغلب الأسعار أو أغلب العملات الأجنبية. نشاهدنا الدولار الذي انخفض إلى 6 دنانير و200 و60 درهم عقب أن كان 6 دنانير و400 درهم. أما اليورو فقد انخفض والآخر إلى 7 دنانير و230 درهما. كذلك الجنيه السريني نزل إلى 8 دنانير و810 درهم، فيما استقر الدينار التونسي على الدينارين و400 درهم. بالانتقال إلى أسعار المعادن والتي شهدت في جلها هي الأخرى انخفاضا تاما: ذهب عيار 24 خفض إلى 233 دينارا، وذهب من عيار 24 خفض إلى 200، كذلك ذهب من عيار 18 خفض إلى 175، والفضة هبطت إلى الدينارين و600 درهم. إلى أسعار الغذائية والتي كالعادة تشهد استقرارا تاما: نرى هنا كيلو كسكسي بثلاث دنانير و250 درهما، نصف كيلو المعكرونة بدينار و750 درهما، الأرز بثلاثة ونصف، وزيت الذرة بخمسة دنانير و600 درهم. إلى أسعار العملات، حيث استقر لحم الخروف على 38 دينار، فيما ارتفع لحم البقر إلى 27 دينارا، واستقر لحم الإبل على 28 دينار، ولحم الدجاج ارتفع إلى 9 دنانير. بالانتقال إلى أسعار الخضروات والتي شهدت بعض من التذبذب ما بين استقرار وارتفاع، نشاهد هنا البصل استقر على الدينار والنصف، كذلك البطاطا على الدينار والنصف، فيما ارتفع سعر كيلو الطماطم إلى 3 دنانير، واستقر الخيار على 3 دنانير والنصف. كانت إذا مشاهدين الكرام هذه جل الأسعار السوق الليبية لهذا اليوم. نعود الآن إلى الزميلين ميس وعدنان. شكرا جزيلا لك الزميل سيف بشريطم. الآن مشاهدينا إلى الزميل عبد الرؤوف الرياني والأخبار الرياضية. مساء الخير عبد. مساء الخير عدنان. مساء الخير ميس. شكرا. فريق الأمال، أمال الكرة الطائرة، طبعا الأهلي بنغازي يتوج باللقب، وهذا يعد يعني إنجاز طيب جدا لهذه الفئة في أكيد. النادي الأهلي بنغازي. أكيد طبعا مبروك لفريق الأمال، لفريق الأهلي بنغازي الكرة الطائرة. أكيد
إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الرياضية والتي نبدأها معكم من آخر الأخبار المحلية، حيث توج فريق الأهلي بني غازي للأمال بلقب بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت سن 17 عاما عقب فوزه على نظيره السواحلي بثلاثة أشواط نظيفة في ختام مباريات البطولة. واستطاعت طائرة الأهلي بني غازي أن تحلق عاليا وتتفوق في الشوط الأول بنتيجة 25 نقطة مقابل 22، واستمر التفوق في الشوط الثاني أيضا والذي انتهى ب 25 نقطة مقابل 18، فيما انتهى الشوط الثالث بنتيجة متقاربة بلغت 28 نقطة مقابل 26. وبهذه النتيجة يتوج الأهلي بني غازي بالبطولة بعد حصوله على المركز الأول برصيد 8 نقاط. من جانب آخر، أنهى المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره التدريبي بتونس والذي استمر لأكثر من أسبوعين بالعاصمة التونسية، ويأتي معسكر المنتخب استعدادا لمباراته القادمة أمام مضيفه منتخب جنوب إفريقيا في 7 شهر سبتمبر المقبل لحساب الجولة الثانية من تصفيات الكان 2019 بالكاميرون. وكان من المفترض أن يخوض المنتخب الوطني معسكرا بجمهورية التشيك، إلا أن تأشيرة حالت دون سفر منتخبه. في آخر أخبار انتقالات اللاعبين في الكرة المحلية تعاقد نادي اتحاد المنستير التونسي مع اللاعب الشاب المهدي عبد السلام الكوت قادما من نادي الأهلي طرابلس. وأعلن النادي التونسي عبر صفحته الرسمية ضم الكوت رسميا لتعزيز صفوفه الموسم المقبل في عقد يمتد لثلاث سنوات، ويعد صاحب 19 عاما من أبرز المواهب الشابة ويمتاز بسرعة تنفيذ الضربات الثابتة. يذكر أن المهدي الكوت تدرج في الفئات السنية للنادي الأهلي طرابلس وسبق له تمثيل المنتخب الوطني للشباب. من جانب آخر، وصل الحكم الدولي الليبي للمواي تاي أحمد السني اليوم مطار العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك للمشاركة في تحكيم منافسات بطولة العالم للمواي تاي التي ستنطلق في الفترة من 3 أغسطس الجاري وحتى 10 من نفس الشهر. وكان في استقبال الحكم أحمد السني ممثلين عن الاتحاد الدولي لرياضة المواي تاي. نختتم جولتنا من آخر الأخبار العالمية، حيث فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على ريال مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. سجل هدفي مانشستر يونايتد كل من أليكسيس سانشيز وأندير هيريرا في 28 و27، وجاء هدف الريال الوحيد عن طريق كريم بنزيما في 3 من الوقت المحتسب بدل الضائع. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الرياضية. عودة مجددا للزميلين عدنان درويش وميسر ريم القطراني، إليك عدنان. شكرا جزيلا لك زميل عبد الفريق. شكرا كثيرا، بخير إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عبد الرؤوف. الآن عدنان ننتقل لمعرفة أحوال الطقس مع الأستاذ وزميل محي الدين علي. مرحبا بك أستاذ. مساء الخير. مرحبا ميس، ومرحبا عدنان، ومرحبا بكم أيها السادة أينما كنتم. أجواء كانت مستقرة على معظم مناطق الشمال الليبي، وكانت درجات الحرارة معتدلة وخاصة على السواحل، إلا أن الرطوبة النسبية كانت عالية بعض الشيء وخاصة على مدن الغرب الليبي، فيما ارتفعت على مناطق الجنوب درجات الحرارة بشكل واضح وخاصة على الجنوب الشرقي كفرة زور بوسير، وناتج عن وجود منخفض جوي، هذا المنخفض صحراوي أدى إلى هذا الارتفاع ولازال يؤدي إلى هذا الارتفاع، أيضا أدى إلى تكاثر السحب ولازالت هذه السحب تتكاثر على هذه المنطقة، نتوقع أيضا تتكاثر من خلال أو خلال يوم غد على مناطق الغرب الليبي وخاصة الجنوب الغربي في كل من غات والمناطق الحدودية المجاورة للجزائر. بينما ستكون أو سيكون الشمال الشرقي درجات الحرارة في بداية الثلاثينيات، ولكن الرطوبة تكون أو تميل إلى الارتفاع أو تبقى مرتفعة على هذه المنطقة الساحلية الغربية. مباشرة إلى خريطة توزيع الهواء والكتل الساخنة والباردة، والتي سنلاحظ من خلالها أن الأجواء تتأثر مناطق الشمال بهواء معتدل في كتلة معتدلة، ولكن مناطق الجنوب الشرقي كتلة هوائية ساخنة لازالت تتمركز ولكن تتحرك ناحية الجنوب تدريجيا وإن كانت ببطء، فتبقى درجات الحرارة حتى يوم الغد مرتفعة على مناطق الكفرة والسرير ومناطق تزرغو، فيما يشهد استقرار في درجات الحرارة في كل من سبها مرزق القطرون كذلك في غدامس ووصولا إلى الحمادة.
إذن بإذن الله تعالى ستكون الأجواء أو النشرة الخاصة بالصيد البحري وللإخوة المصطفين على المناطق الساحلية الممتدة من رأس الجير حتى جدابية تكون السماء صافية أغلب فترات النهار. إن ظهرت بعض السحب فسحب عابرة، الرياح ستكون شمالية شرقية أي براني للإخوة الصيادين، سرعة الرياح من 5 إلى 10 أقدات أي لا تتجاوز 20 كيلومتر في الساعة، وهذا ما يجعل ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.5 متر على أقصى تقدير. رؤية جيدة، درجة حرارة البحر تصل إلى 27 درجة مئوية، كذلك الحال 27 درجة مئوية درجة حرارة سطح البحر في الساحل الشرقي، إلا أن سرعة الرياح أكثر وارتفاع الموج أكثر، قد يصل في أقصى الساحل في ساحل درنة وطبرق إلى أكثر من 75 سنتي خلال هذه الليلة وصبيحة يوم غد، ثم يكون هادي على كل السواحل الليبية غربها وشرقها بإذن الله تعالى. البحر مهيأ وملائم للدخول للاصطياد وللاصطياف على كل السواحل الغربية وبعض من السواحل الشرقية بإذن الله تعالى. أما ما يخص التوقعات ونبدأها بالشمال الغربي الليبي وتحديدا الساحل، ساحل طرابلس أو المناطق الممتدة من زوارة، كذلك وصولا إلى صبرتة صرمان، كذلك الزاوية، هذه المناطق وطرابلس تشهد درجات حرارة معتدلة في بداية الثلاثينات تتراوح من 30 إلى 33 درجة على أقصى تقدير في هذه المنطقة. أما مدن الجبل، جبل النفوسة في كل من نلوت كذلك يفرن وصولا إلى جادو، وأيضا في غريان درجات الحرارة تتراوح من 33 إلى 36 درجة على أقصى تقدير. ستكون الأجواء صافية إلى تكاثر السحب وخاصة في المساء في الجنوب الغربي الليبي، ودرجات الحرارة ستكون في معظمها ما بين 38 إلى 41 درجة مئوية. كذلك هو الحال، الحرارة مرتفعة في الجنوب الشرقي والتكاثر السحب موجود، بعض السواحب أو بعض السحب مصحوبة بزوابع رعدية على هذه المنطقة لكن بدون أهمية تذكر بإذن الله تعالى. درجات الحرارة تتراوح من 38 إلى 42 درجة مئوية. الأجواء معتدلة إلا أن الرطوبة عالية في الساحل الشرقي وخاصة في مناطق ساحل بنغازي وساحل جدابية أو مناطق الساحل بنغازي وجدابية. ستكون درجات الحرارة في الجبل ما بين 26 أو ما بين 29 إلى 31 درجة، وفي مدن الجبل أو في مدن ساحل بنغازي ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية. هذا وبإذن الله تعالى ننتقل إلى المدينة المختارة والتي ستكون من الجنوب، حيث نتوقع أن تكون درجات الحرارة أو أن تميل إلى درجات الحرارة في الجغبور تحديدا إلى 39 درجة مئوية، هذا أعلى درجة حرارة ستصل إليها، أدناها 24، سرعة الرياح نشطة بعض الشيء قد تصل إلى 20 عقدة أي 40 كيلومتر في الساعة، اتجاه الرياح سيكون شمالي شرقي إلى شمالي. أما حالة السماء فصافية أغلب فترات النهار. النشرة وقد تكاملت، نعود إلى ميس وعدنان. شكرا لك، شكرا لك الزميل. شكرا لك. هذا مشاهدينا وصلنا لختام نبا اليوم، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني نبا .tv وكذلك صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء. إلى اللقاء.